بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، سنة تلاتة إعدادي. تالتة إعدادي. باسخيل فرونسي، باسخيل فرونسي ده هو اسم الكتاب. إذا عندنا فراز دو ترانزيسيون. شنو هي فراز دو ترانزيسيون؟ جملة، جملة للانتقال، كما لو نقول بأن جملة انتقال. فراز دو ترانزيسيون جملة انتقال، يعني أن الجملة تصلح الانتقال من حالة إلى حالة. اوبجيكتيف، اوبجيكتيف هي الاهداف، الاهداف. الاهداف. اذا ايدونتيفي ايزولي ان تيكست انفورماسيون دوموندي. ايدونتيفي ايزولي شنو ايدونتيفي؟ ايدونتيفي يعني انك تتحدد. ايزولي شنو ايزولي؟ ايزولي ايزولي المقصود بها عزل، انك تعزل، يعني فعل عزل هذا. دون زان تيكست يعني انك تتعزل، تحدد وتعزل. دون زان تيكست في واحد النص، لانفورماسيون دوموندي شنو المقصود؟ المعلومه المطلوبه، يعني كيفاش تحدد وتعزل في واحد النص المعلومه المطلوبه، يعني انك ما تتمشيش مع النص ككل، ولكن تتمشي لواحد المعلومه من ضمن مجموعه معلومات كاينه في واحد النص. هنا لي زوبجيكتيف، لي زوبجيكتيف يعني الاهداف. من ضمن هاد الاهداف انك تحدد وتعزل واحد المعلومه من واحد النص. من بعد منا شنو كاين؟ شوازير ان شوازير ان تيتر، ان تيتر بيرتينون. شنو هو تيتر بيرتينون؟ يعني واحد العنوان ملائم وموافق. اذا شوازير ان تيتر بيرتينون يعني انك تختار عنوانا ملائما. ثم غيوتيليزي دي مو او دي اكسبرسيون دو تيكست بو ريبوندر ا دي كيستيون سامبل. غيوتيليزي دي مو شنو المقصود بهاد غيوتيليزي؟ انك تستعمل المره المواليه دي مو كلمات، كلمات او دي اكسبرسيون عبارات، عبارات هادي تيكست ديال النص، ديال النص بو ريبوندر ا دي كيستيون سامبل، لكي تجيب عن اسئله بسيطه. اذا من ضمن الاهداف ايضا، اذا كما قلنا الهدف الاول انك تحدد وتعزل المعلومه من ضمن واحد المجموعه المعلومات كاين في هذا النص. الهدف الثاني شوازير ان تيتر بيرتينو يعني انك تختار عنوانا ملائما. ثالثا غيوتيليزي دي مو او دي اكسبرسيون دي تيكست بو ريبوندر ا دي كيستيون سامبل، تستعمل للمره المواليه دي مو او دي اكسبرسيون، يعني انك تستعمل كلمات او عبارات دي تيكست من النص. pour répondre à des questions simples اللي تجيب عن اسئله بسيطه بسيطه. من بعد منا كاين هدف اخر وهو ايدونتيفي لو تيب دو لا فورم دو لا فراز. ايدونتيفي في الاول تكلمنا على ايدونتيفي ايزولي، ثانيا عندنا ايدونتيفي لو تيب اي لا فورم دو لا فراز، يعني انك تحدد نوعيه وشكل الجمله. الحمد لله. طبعا انت عارف ان الجمله فيها انواع، بحالاش الاكسكلاماتيف و ديكلاراتيف. اذا ايدونتيفي لو تيب اي لا فورم دو لا فراز، سو بريزونتي اي بارلي دو سون كوتيديان. سو بريزونتي اي بارلي دو سون كوتيديان شنو المقصود بهذه؟ سو بريزونتي يعني انك تقدم نفسك. اي بارلي دو سون كوتيديان وتتكلم عن يومياتك. عن يومياتك. هنا بطبيعه الحال في اللغه الفرنسيه نتكلم عن سون، فهمتي؟ سو بريزونتي بحال تنتكلموا على واحد في الغائب، ولكن المقصود اننا نتكلم عن كل شخص يهمه هذا الامر، يعني انه يريد ان يقدم نفسه او يريد ان يتكلم عن يومياته. اذا سو بريزونتي اي بارلي دو سون كوتيديان، ثم بارلي على بروميير بيرسون. نتكلم عن اول شخص. شنو المقصود بهنا؟ يعني انك تتكلم على جو، يعني تتكلم على نفسك، هذا هو المقصود هنا. بارلي على بروميير بيرسون يعني انك غتستعمل الجمله مع لا بروميير بيرسون. لا بروميير بيرسون تنعرفوها طبعا هي جو، ياك. غيديجي ان تيكست بريسكريبتيف، غيديجي ان تيكست بريسكريبتيف شنو المقصود بها؟ اذا نتكلم عن كتابه نص امري، فهمتي؟ فيه تعليمات. دوني دي كونساي شنو المقصود بها؟ اعطي النصائح، انك تعطي، انك تعطي نصائح. كومبريونسيون دو ليكري، كومبريونسيون
بوليكري شنو نقصد بكومبريونسيون؟ تجي من فعل كون كون كومبروندر، تجي من فعل كومبروندر. كومبروندر شنو نقصد بها؟ يا اخي فهمه مجازيا تعني فهمه، جو كومبرون يعني انا افهم. اذا لا كومبريونسيون نقصد بها الفهم، كومبريونسيون دو ليكري يعني فهم الكتابه او فهم المكتوب. اذن ان جون نوم دو 19 كي فولي ا كامبريولي دي بيرو ا سان شنو كي فولي كي فولي ايه جيم في فولوار ان جون نوم دو 19 19 اه دو 19 سنه كي فولي سي لو فيرب فولوار سي لو فيرب فولوار اذن كي فولي شنو نقصد بها الذي الذي كان يريد كومبريولي كومبريولي المقصود بها سارقة يسطو يسرق أن يسرق أو يسطو دي بيغو. إذن هو يريد أن يسطو على دي بيغو على مكاتب أسان إزيدغو يعني بدل المكان خيدو سان ديغو يعني قريب لهذا المدينة ياك دون لو سود دو لا كاليفورني يعني في جنوب كاليفورنيا أشوازي أشوازي دونتخي باغ لا شوميني. إذن هو اختار الدخول من المدخنه الدخول من المدخنه ويل سي تروفي كوينسي ويل سي تروفي كوينسي او شنو نقصد با او هذه ديال اول شنو هي هذه او اللي عندها واحد لاكسون اين اين ولكن المقصود بها هنا حيث حيث حتى حيث تتعني المكان اذا هاد او تتعني المكان او ايل سي تروفي كوينسي حيث يعني في هذا المكان هو تواجد ويل سي تروفي لو فيرب تروفي يعني انك تجد شيئا ولكن لا تستعمل مع افواغ ولكن هنا تنتكلموا على هذا الشخص ان جونوم هو سي لوي كي سي تروفي كوينسي يعني انه هو الذي وجد كوينسي شنو كوينسي هذا نقول وحل يعني بقى واحل يعني انه بقى محصور لا تيت اونبا لا تيت اونبا يا راسو الرأس الرأس في الأسفل pendant plus de 5 heures pendant plus de 5 heures إذن مدة فوق 5 ساعات فوق 5 ساعات le jeune homme a plongé la tête la première إذن هذا الرجل غطس في الحقيقة هذا فعل plongé تكلموا على الغطس في سائل سواء تعلق الأمر بشخص أنه يغطس نفسه مثلا في مسبح سواء يغطس نفسه في المسبح او انه يغطس شيئا في سائل معين نتكلم على لوفير بلونجي اذا لو جونوم ا بلونجي لا تيت لا بروميير اذا الرجل غطس الراس لا بروميير شي لا بروميير الاول اولا يعني انه غطس راسه اولا يخشى راسه هو الاول راسه هو اللي بغى يقدم هو الاول سبق راسه هو الاول avant de se rendre compte que la cheminée était bouchée à la base par des casiers en métal. Avant. C'est avant. Avant de se rendre compte. بعد. Hein? Avant بعد ولا قبل؟ قبل. قبل؟ قبل مدة طويلة. Avant de se rendre compte. قبل أن يعرف. هنا طبعا عندنا se rendre compte. يعني أن يأخذ حسابا المقصود أن يضع في عقله حسابا لشيء لم يكن يحسبه من قبل إذا المقصود بأنه قبل أن يعرف كل شميني بأن المدخنة أطبو الشيء بأن مسدودة عندي إذا المقصود بأنه مقفل مسدود وتنقلوا على بعض الأشخاص تنقلوا عليه بأنه بو الشيء المقصود بأنه sans intelligence يعني انه بدون ذكاء تتكلم على شي واحد بانه مغلق بهذا المعنى بوشي المقصود بانه لا يفهم كثيرا يعني انه غير ذكي فهمتي avant de se rendre compte que la cheminée était bouchée à la base par des casiers en métal 1h du matin يعني انه ادخل راسه اولا قبل ان يعلم que la cheminée بأن المدخنة اطبوشي بأن مغلقة على باز يعني في القاعدة في أسفلها par des casiers يعني أن مغلقة
بصناديق أو ميتال من الحديد. متى علم هذا؟ طبعا عندما أدخل رأسه ودخل فد المدخنة في الساعة الواحدة صباحا، في الساعة الواحدة صباحا مغدي، إذن يوم الثلاثاء. A expliqué le sergent de police Juan González. إذن A expliqué يعني أنه شرح هذا الأمر. من الذي شرح هذا الأمر؟ le sergent. شكون le sergent؟ إذن le sergent مقصود به رقيب. إذن le sergent تنقول إحنا سارجان. إذن le sergent يعني رقيب de police Juan González. هو رقيب في الأمن، هو الذي شرح هذا الأمر بأن هذا الشخص أدخل رأسه قبل أن يعلم بأن المدخنة مسدودة من الأسفل بصناديق حديدية. دو سي كومبليس، إذن دو سي كومبليس اثنان من شريكي هذا المتورط. إذن كومبليس المقصود بها شريك المتواطئ في جرم. كومبليس المقصود بها كي بارتيسيب افيك ان اوتر اوديلي، إذن الذي يشارك افيك ان اوتر يعني مع آخر اوديلي. طبعا ديلي تعني جريمة، ديلي تعني جريمة، تعني اون كريم يعني جريمة. دو سي كومبليس، إذن اثنان من شركائي في الجريمة اجي دو 16 اي 17 يعني بعمر 16 و 17 سنة. اون دو لوغ كوتي، إذن هم من جهتهم اشنو عملوا؟ هاد السيد تكلمنا عليه في البداية بأنه دخل راسه وهبط في هاد المدخنة ثم حصل في هاد المدخنة. إذن هاد الشخصين الآخران 16 و 17 سنة، إذن دو سي كومبليس أجي دو 16 و 17 عند لوغ كوتي، إذن هم من جهتهم فورسي لا بورت دونتخي، إذن طبعا ضغطوا على باب الدخول. نو تروفون با دارجون، إذن لم يجدوا نقودا، إيلز أون غيوني، إذن هم جمعوا. طبعا نتكلم هنا على الفيرب، شنو الفيرب؟ غيونير. شنو غيونير؟ غيونير شنو نقصد بها؟ منها لا غيونيون يعني الاجتماع. إذن إيلز أون غيوني يعني هم جمعوا. دي ستيلو إي أوتر فورنيتور، إذن هم جمعوا، هم جمعوا أقلاما وأدوات أخرى. دو بيغو خاصة بالمكتب. كونتون ليزا أغيطي، عندما تم توقيفهم كونتون ليزا أغيطي، عندما تم توقيفهم كونتون ليزا أغيطي، إذن عندما تم توقيفهم إيلز أغي كيلكو 28 دولار دو ماتيريال سيغ أو، إذن كان عندهم بضع 28 دولار دو ماتيريال من الأدوات سيغ أو، إذن عليهم. أبريسيزي مسيو غونزاليس، أبريسيزي مسيو غونزاليس، إذن هذا الشخص يعطي هذه المعلومات الإضافية مرة أخرى. أباغامون ثم بعد تجي من فعل أباغيتخ، أباغيتخ يعني ظهر، أباغامون يعني على ما يبدو، حسب ما يظهر لنا، وقد يكون الأمر عكس ذلك، هذا هو المقصود بهذا الأمر، الحمد لله. إذن أباغامون حسب الظاهر، إل سيتي بارتاجي لو بولو، إل سيتي بارتاجي لو بولو، شنو المقصود بها؟ لو بولو يعني العمل، إل سيتي بارتاجي لو بولو يعني أنهم تقاسموا المهمة. pendant que l'un d'entre eux entrait par l'eau في الوقت أثناء، que l'un d'entre eux أثناء، كما نقول هنا في الوقت الذي واحد من بينهم يدخل من الأعلى. إذن pendant المقصود أثناء، أن واحدا منهم يدخل من الأعلى. les deux autres devaient attaquer par le bas، إذن الاثنان الباقيين يتوجب عليهما. عندنا devait، c'est le verbe devoir. Les deux autres devaient attaquer par le bas. Devaient attaquer par le bas. الاثنان الآخرين يتوجب عليهما المواجهة في الأسفل. إذن عليهما أن يواجها في الأسفل. المقصود أن يكسر، أن يستعمل كل ما يمكن استعماله من أجل الدخول. الحمد لله. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit. C'est en tout cas، على كل حال، ce qu'ils nous ont dit. يعني هذا ما قالوه لنا. سنتوكا سوكيل نوزوندي، على كل حال هذا ما قالوه لنا. أأكسبليكي لو كوميسير شارجي دو لافير، من هو؟ رودني جونسون فيزيبلومون بيربليكس. إذن هذا ما حكوه لنا. أأكسبليكي لو كوميسير
يعني كما شرح المفوض شارج دو لافير المكلف بالمهمة غودني جونسون فيزيبلومون بيربلكس كما يبدو كما نقول ابارامون بيربلكس يعني انه متحير او انه غير متاكد يعني انه غير متاكد مما يقول alerté par les voisins j'ai alerté par les voisins alerté par les voisins alerté مقصود كما نقول انذر alerté اذا هنا نتكلم عن شخصين alerté par les voisins اذا نتكلم عن شخصين تم انذاره من طرف الجيران la police est intervenue اذا الذي تم انذاره هو الامن la police est intervenue يعني انه تدخل به افون 5 اور دو ماتان اذا قليلا قبل الخامسه صباحا فهمتوا ولا لا اذا قبل ما الخامسه بشي حاجه قليله الامن دخل تم اعلام ديالو من طرف من طرف لي فوازا من طرف الجيران من طرف جيران المنزل الذي تم الدخول اليه لي دو ادوليسون شنو نقصد بهذه لي دو ادوليسون ادوليسون الاثنين اللي كانوا معاه ادوليسون المراهقين لادوليسونس يعني المراهقه لي دو ادوليسون اذا المراهقين ايتي توجور ايتي توجور على انتيريور دو باتيمون اذا كان دائما داخل ماذا لو باتيمون داخل العماره تونون ديزيسبيريمون ديكستخير لوغ امي يعني انهم كانوا يحاولان بدون جدوى ديكستخير اخراج لوغ امي إخراج صاحبهم دي كوندوي أو إل سو تروفي. لي دو أدوليسون إيتي توجور أ لانتيريور دي باتيمون تونون ديزيسبيرامون ديكستخير لوغ أمي دي كوندوي أو إل سو تروفي. إذن كانا يحاولان دون جدوى إخراج صديقهما من هذا الأنبوب أو إل سو تروفي حيث كان يتواجد بريزوني. كيف كان يتواجد؟ أو إل سو تروفي بريزوني حيث كان يتواجد مسجونا كما نقول بريزوني كيلكان يعني انك تسجن شخصا ومن كلمه لو بريزون يعني السجن اذا نتكلم عن بريزوني المقصود به سجين حيث كان يتواجد كسجين لي بومبيي سون اونسويت انترفوني اذا نتكلم عن رجال الاطفاء انهما تدخلا فيما بعد شي انترفوني سلافرب سلافرب intervenir. إذن فعل تدخل. إذن les pompiers sont ensuite intervenus et ont dû détruire partiellement. ثم أنهم عمل على هدم détruire يعني هدم et ont dû détruire partiellement. شنو partiellement؟ تجيب كلمة partie يعني جزء. partiellement يعني جزئيا. le bas de la cheminée يعني أنهم هدموا جزئيا أسفل المدخل هرسوا من تحت إذا هرسوا من تحت جزئيا يعني واحد الجزء من هاد لاشوميني من هاد المدخنة يعني هذا هو الحل pour en faire libérer le jeune homme vers 6 heures لكي كما نقول هنا طبعا pour هي من أجلي ولكن عندنا هنا لكي إذا هم كسروا جزئيا أسفل هاد المدخنة من أجلي لكي في النهاية كما نقول ليبيغي يعني ليبيغي لو جونوم لكي في النهاية يتم تحرير الرجل فيغ سيزوغ يعني حوالي السادسة صباحا إيلزون أتاكي تخوا كوش إذا لكي يتم استخراج هذا الرجل إذا لكي يتم تحرير هذا الرجل إيلزون أتاكي يعني أنهم واجهوا إذا رجال الأطفاء واجهوا trois couches successives واجهوا ثلاثة طبقات متتابعة دو بريك واجهوا ثلاثة طبقات متتابعة دو بريك يعني من اللبنات يعني من البريك يعني أنهم حيدوا الحيط الأول تلقوا حيط آخر تهرسوه تلقوا الحيط الآخر تهرسوه إذن كما نقول بأنهم واجهوا ثلاثة جدران من هاد اللبنات pour le sortir de là إذن لكي يخرجه من هنا a précisé monsieur Johnson كما قال السيد جونسون إذن كما أثبت ذلك السيد جونسون إذن كلمة كومبريولور
كان عندنا لو فيرب كومبريولي. كومبريولور المقصود به فولور، سارق. كي كومبريول، كي كومبريول سيتادير كي فول، بما معناه انه يسرق. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.